السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا داليا خالد، ميك اب ارتست من القاهرة، ودي قناتي. يا رب تشتركوا فيها وتقولوا لي رأيكم في الميك اب. اول حاجة انا عملت حواجبي بمسكرة بتاعت كاركتر رقم 6، وبعد كده نظفت الحاجب بكونسيلر وفرشة رفيعة، واستخدمت الفاونديشن دوت بتاع ايرمات. الفاونديشن ده حلو للبشرة الدهنية، والكفر بتاعه حلو يعني متوسط، الكفر بتاعه متوسط ينفع الميك اب السواري وكده. وطبطبت بالبيوتي بلندر، وبعد كده ثبتت باللوز باودر بتاعت اماندا رقم 05. اللوز باودر دي حلوة جدا، طبعا بتأكد تحت العين متثبت، تحت العين مفيش خطوط، وبثبت البشرة كويس. وفي الجبهة بيكون في خطوط، فلازم برضو اتأكد اللي هي مش مخطط البشرة خالص، عشان خاطر الخطوط ديت بتبقى الفاونديشن بيبقى متكتل جواها، لما تيجي تحطي كمان اللوز باودر بتعمل خطوط اكتر وتبقى شكلها اوضح. بقى استخدمت الكحل دوت اسود طبعا من ريميل لندن، الماركة دي في الاقلام الكحل حلوة جدا جدا، الكحل فظيع. حطيت منه تحت خط الرموش وفرشة رفيعة، دمجت الكحل وسحبته شوية على برة اكني برسم خط ايلاينر بس من تحت. وبعد كده جبت اي شادو اسود من البالت دي بتاع جاكلين هيل، وثبت الكحل عشان طبعا كريمي، فاحنا قلنا اي حاجة كريمي لازم نثبتها ببودر، فحددت تاني الاي شادو الاسود فوق الايلاينر اللي احنا عملناه من تحت بالكحل، عشان خاطر برضو ما يخططش ويقطع. وبدمج بحركات كده بسيطة وبسحب لبرا بالراحة، مش هسحب قوي يعني، يا دوبك بس سحب العين، لان انا مش حابه ارسم ايلاينر من فوق. وبعد كده هنعمل الوينج من قدام بدوت ايلاينر بتاع NYX. الايلاينر ده حلو برضو قوي، وعلى فكرة ده كوبي يعني مش الاصلي، بس هو حلو. لا مش بتاع NYX يا بنات، سوري، ده بتاع فيت مي حلو قوي وثابت، والفرشة بتاعته رفيعة وما كانش غالي خالص. ودي البالت بتاعت هدى بيوتي، خدت الدرجة ديت. وطبعا هنا انا يعني ما خبطتش الفرشة كويس، فاللون تقيل قوي معايا، فدي طبعا كانت غلطة. فبصوا الناحية التانية لما خبطت اللون بقى افتح. وبعد كده جبت فرشة اكبر وبقيت ادمج بقى العين اللون تقل فيها، عشان خاطر ما تبقاش سموكي قوي يعني، ما كنتش عايزة اللون يكون اوفر يعني، كنت عايزة اللون يبقى اهدى من كده كتير، فحاولت ادمج بقى بدرجة افتح شوية من اللي انا خدتها، عشان خاطر يعني موضوع يندمج واللون يهدى شوية عن كده. وهفضل ادمج بقى شوية، وبعد كده هاخد درجة الشيمر ديت وهحطها في جفن العين كده من قدام كتنوير بس للاي شادو. هو اللوك ده كنت عاملاه على الانستجرام، فهتلاقوا الفلتر دوت يعني عامل اضاءة كده، وهنا بركب الرموش فاللزق بهدل الدنيا زي ما انتم شايفين كده، فانا بصلح معاكم. فاحلى حاجه في اللزق بتاع الرموش دوت اللي هو يكون بيتقشر كده وما يبهدلش الدنيا. دوت الجلو دوت بتاع لانيل حلو قوي. ومش هعمل كونتور، هعمل برونزر بالبالت ديت بتاعت اوفرا، خدت البرونزر بتاعها وهعمل بيه كونتور، حسيت شكله احلى بقى من الكونتور، وبعدها اعمل برونزاج ومش عارفه ايه، فحسيت الموضوع كده شكله احلى واهدى، كان جميل جدا. وفي اماكن الكونتور بقى العاديه بحط فيها عادي، بندفي بس البشره كده ونرجعها لرونقها. والانف نفس الطريقه بفرشه كده مسطحه شويه، وحددت الانف، نصغر على قد ما نقدر. الميك اب ده عجبني جدا وحبيته قوي، وكنت رايحه مناسبه وكنت مستعجله، فكنت عايزه حاجه سريعه وفي نفس الوقت حاجه تكون واضحه وشكلها حلو، فحسيت اللوك ده سريع وسهل يعني. الميك اب بيعتبر بلون واحد بس وحاجات كلها بسيطه.
وطبعا هنثبت كل دوت بالفيكس بتاع أفرة. الفيكس ده انا بحبه جدا، بيرطب البشرة وفي نفس الوقت بيثبت الميك اب وبيخلي البودر والفاونديشن كده يدخلوا مع بعض كده. وبعد كده استخدمت الهايلايتر بتاع أفرة. بعد ما الفيكس ابتدى ينشف شوية ببتدي احط الهايلايتر عشان خاطر يكون ظاهر ويثبت معايا وقت أطول. وبعد كده حطيت الماسكارا بتاعت ايسنس الخضراء دي، بتطول الرموش بتديها كثافة. هنا كان في رمش مش عايز يترفع. يعني يا رب يكون التصوير حلو ويكون الخطوات سهلة بالنسبة لكم، ويا رب تدعموني وتتفرجوا على باقي الفيديوهات وتقولي رأيكم في كومنت. وبعد كده هبتدي انظف بقى البشرة، اماكن التنوير هنورها بالكومباكت باودر بتاعت نود درجة 2. الفلتر خرب الدنيا. بس والله يا جماعة الميك اب حلو قوي، ما كانش محتاج اصلا فلتر، بس انا حطيته عشان خاطر الانوار والجلو اللي عامله ده. بس هنزل لكم فيديو في الاخر من غير فلتر خالص، شكله احلى اصلا. اللانسز دي حلوة قوي، لونها رمادي حبيتها. وبعد كده حطيت بلاشر وحددت شفايفي بالمحدد دوت من ام ان بتهيألي. نحدد نحاول نزم الشفايف يا بنات، ما نخرجش قوي بره، يعني انزلي على جوه، مش ما تخرجيش على بره. بعد كده استخدم الروج دوت بتاع كاركتر، كنت استخدمته معاكم في اللوك اللي قبل دوت، رقم G31. الروج ده حلو جدا ودرجته جميلة، يعني بحس انها بتمشي معايا على كل حاجة، درجته حلوة جدا. وين حدد الروج كويس، واي حاجة بقى خرجت برا بنرجع نظبطها تاني بالكونسيلر. وبعد كده طبعا نثبتها بالكومباكت. شاطرة. حط الكومباكت باودر على الاطراف، بتخلي الروج شكله احلى. لابستك اوكي، عشان في ناس بتحبش كلمة الروج. بنحدد من كل الجوانب، وبعد كده هندمج برضو الكومباكت. وكده اللوك يكون خلص، يا رب يكون عجبكو. وهنا من غير فلتر خالص، يعني كده مفيش اي فلتر. ويا رب تشتركوا في القناة وتقولي رأيكو وتقولي تحبوا الميك اب الجاي يكون لونه ايه. باي باي.